الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. صدق الله العلي العظيم. قبل أن تبدأ العطلة بأسبوع، بشهر، نشتري تذاكر السفر، نبرمج لكي نستفيد من هذه الفترة استفادة جسمانية نفسية أكثر. نتهيأ لفترة العطلة من قبل أن تأتي. هذه طريقة البشر في عامة أمورهم الدنيوية، في عامة أمورهم الشخصية والعامة، للسفر نتهيأ. البعض يشتري تذاكر سفر قبل أشهر، أي شيء نحتاجه نأخذه معنا، حتى الأشياء التي نحتمل أن نحتاجها. أحتاج مبلغ من المال، يمكن أن أحتاج مبلغ أكثر. أحتاج ملابس، يمكن أن أحتاج بعض الملابس الشتوية مثلا. الحاجات التي قد نحتاجها أيضا نأخذها معنا. السفرة هي كلها 10 أيام، 20 يوم، شهر، شهرين، خلاص. نتهيأ لهذه السفرة من قبل، نصرف ساعات جهود نبذلها لهذه السفرة. الطعام الذي نأكله هذا من أبسط الأمور، من الأمور العادية جدا جدا، نتهيأ للطعام الذي نأكله. لعل البعض يصرف ساعات لكي يأكل وجبة في نصف ساعة، أقل من نصف ساعة، ربع ساعة. وهكذا سائر القضايا. أما القضايا المصيرية فحدث ولا حرج. أريد أن أتزوج، عشرات الساعات أصرفها، أبذل جهودا فكريا، جهودا جسمانيا كبيرة. أريد أن أصبح ثريا من الأثرياء، أحصل على ربح كبير، أشهر أتعب، لعل بعض الليالي ما أنام لكي أحصل على ربح معين. أريد أن أحصل على منصب سياسي معين، أصبح نائبا، وزيرا، رئيس وزراء، أي شيء. جهود وجهود تبذل، أموال كبيرة أصرفها،
أسعى سعي أوسط هكذا هذا الشخص. لعل الإنسان أصلاً لا يفهم حياته كيف تمضي لأجل هذا الهدف العادي الدنيوي. أريد أن أحصل على شهادة دكتوراه، كم ليلة ما أنام، كم أتعب، كم ساعة أصرف، كم أتهيأ للحصول على شهادة الدكتوراه. هل حدث أن أحدنا في هذه الأمور وغيرها يقول أنا أجلس أنتظر رحمة الله عز وجل، كل شيء بيد الله عز وجل، أنتظر الطعام هو يأتي إلى باب بيتي، الزوجة الصالحة هي تأتي تدق باب البيت، يصنع أحدنا هكذا شيء؟ الشهادة هي تأتيني، أجلس في داري لا أعمل شيئا، الأمور بيد الله عز وجل، أليس كذلك؟ ألطاف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تشمل، هو الإمام عليه الصلاة والسلام أرواحنا فداه، هو يرعانا، إن شاء الله هو يرسل لي الشهادة، شهادة الدكتورة، أنا جالس في داري لا أعمل أي شيء لا أدرس، الشهادة إن شاء الله هي تأتيني. نصنع هذا الشيء؟ نقول هذه الكلمة؟ لا، نسعى سعينا. ولكن ما إن تصل الأمور إلى القضايا الدينية نسمع هذه الشعارات ونطلق هذه الشعارات. في الأمور الدينية، في تكاليفنا واجباتنا تجاه دين الله، تجاه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نقول الأمور بيد الله عز وجل، الله هو يسهل الأمور، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يرعون دينهم، الشعائر الحسينية الإمام الحسين هو المسؤول عنها، وأمثال هذه الكلمات. في طعامنا وجبة طعام لا نقول هذه الكلمات، وجبة طعام عادية، أذهب أسعى أتصل بهذا، أذهب إلى السوق أشتري الشيء الكذائي. ولكن في الأمور الدينية الهامة التي أساساً لها قيمة حقيقية في واجباتنا تجاه الدين، دائماً هكذا نخلي مسؤوليتنا. دين الله من الذي يرعاه؟ إمام زماننا يرعاه، خلص عليه. لماذا؟ السر في ذلك أننا لا نحس بتكليف حقيقي تجاه الدين، تجاه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ما عندي إحساس بالتكليف. إذا كان عندي إحساس بالتكليف ما كنت أقول هذه الكلمات. الله بيده الأمور، نعم بيده الأمور، ولكن في الأمور العادية نفهم أن السعي أيضا لازم. في الأمور الدينية هذا الشيء لا نفهمه. لماذا لا نفهم؟ نفهم، لا نحس بمسؤولية، لا نحس بتكليف. من أهم الأمور التي نحن مكلفون تجاهها ولا نحس بهذا التكليف هو تعجيل ظهور مولانا وسيدنا بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الأمر بهذه الدرجة من العظمة والأهمية، من منا يحس بتكليف تجاه هذا الظهور الشريف؟ أن أسعى لتعجيل ظهور الإمام، من منا يحس؟ الظهور الشريف بيد الله عز وجل، إن شاء الله الله يظهر إمام زماننا، خلاص نعمل بتكاليفنا بواجباتنا لتعجيل ظهور الإمام.
هذه المصيبة الكبرى اليوم، اختفاء إمام زماننا عنا. لا يتمكن أحدنا أن يلتقي بإمام زمانه. لا نتمكن أن نسأل منه مهام أمورنا الدنيوية الأخروية. هذه القضية بهذا الحجم الكبير القليل، لا النادر، لا الأندر من النادر من المؤمنين يحسون، يجدون إحساسا بالتكليف لهذه القضية، أنني مكلف لتعجيل ظهور الإمام، أنا مكلف. البعض منا العياذ بالله تعالى أصلا الواجبات العادية تجاه إمام زمانه لا يؤديها. هناك قضايا حقا عجيبة عجيبة، حقوق مسلمة للإمام أرواحنا فداه لا نؤديها. إخواني، هاي قضية الخمس حقا قضية عجيبة يكاد أن لا يصدقها الإنسان. أناس هذا الحق الواجب الذي جعله الله سبحانه وتعالى في أموالنا للإمام لا نؤديه، لا نؤديه. خمس، الله عز وجل يقول 80% لك أموال أنا أعطيتها لك، أنا الله، 80% لك، 20% ليست لك، لإمام زمانك، لإمام زمانك. بعضنا يستصعب مال مال، يعني هذه القضايا التافهة نحن في حدها لازلنا، هذه القضايا العادية السهلة. شخص يعيش 70 سنة 80 سنة 90 سنة لا يؤدي خمس أمواله، ليس عجيبا؟ حقا عجيب. خمس ناهيك عن بقية الأشياء، هذا يقدم نفسه للإمام، هذا مال حق واجب مسلم لإمام زمانه في أمواله لا يؤديه. وبعد ذلك يقول اللهم عجل لوليك الفرج. أي فرج تتحدث عنه؟ إخواني، إمامنا مظلوم مظلوم. مظلوم من قبل الآخرين متوقع، ولكن أعداء. مظلوم إمام زماننا، مظلوم منا مظلوم. إمام زماننا في هذا العالم غريب، إمام زماننا وحيد فريد لا مؤنس له. أنا لا أعلم كيف يهنأ لنا العيش ونرى إمام زماننا يبكي يوميا ولأندبنك صباحا ومساء، قلبه مجروح. إمام زماننا متألم، ظهوره متأخر، ويهنأ لنا البال، نعيش عادي. من منا يفكر بإمام زمانه؟ يفكر تفكيرا حقيقيا؟ قلب الإمام مجروح من مصائب نزلت، مصائب ومصائب نزلت على أبائه الطاهرين. قلب الإمام مجروح من الوضع الذي يراه، تعجيل لفرج الإمام، من منا يفكر فيه يتهيأ له
ولو أرادوا الخروج، الله عز وجل يقول لو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. القضية تحتاج إلى أعداد. أنا دائما أكرر هذه الكلمة، ليس مهما ما يحدث بنا، نحن أناس عاديون، لنفرض أنني أقتل أقطع، ليس مهما، قلب الإمام مجروح، هذا هو المهم. نتساءل ما الذي نتمكن أن نصنعه لتعجيل فرج الإمام؟ سؤال كل مؤمن. أولا لنفرض أننا لا نتمكن أن نصنع أي شيء لتعجيل فرج الإمام، لنفرض يا أخي على الأقل نتمكن أن نفرح قلب الإمام بأعمالنا الصالحة، هذا نتمكن منها أم لا؟ الإمام يفرح أم لا؟ نحن ننسب للإمام، الناس ينسبوننا إلى الإمام، يعتبروننا شيعة الإمام، يعتبروننا من أتباع الإمام، نحن ننسب له، الإمام يفرح عندما يرى أعمالنا الصالحة أم لا؟ هذا القلب المجروح على الأقل نفرحه. أعمالنا السيئة تحزن الإمام، هذا الحزن نقلله من قلب الإمام، هذا نتمكن منه أم لا؟ هذا نتمكن منه، هذا أقل شيء نخفف على قلب الإمام بتصرفاتنا. دائما المؤمنون يطلبون من الله عز وجل أن يرضي عنهم إمام زمانهم، هذا طلب كل مؤمن. الرضا شيء لا يتحقق فقط بالدعاء، الدعاء شيء مهم لا يشك في ذلك، ولكن أريد أن يرضى عني إمام زماني فقط بالدعاء؟ لا يمكن. أمثل لكم مثالا مبسطا، ابنك من الصبح من أول النهار إلى آخر الليل يؤذيك، يتعبك، يخالفك، يغضبك، يحدث مشاكل في الدار، يحدث اضطراب في بيتك، آخر الليل يأتي يقبل يدك يقول أبي ارضى عني، لا بأس، في اليوم الثاني أيضا كذلك، في اليوم الثالث أيضا كذلك، بعد 100 يوم أيضا كذلك، طيلة أيام السنة أيضا كذلك، 10 سنوات أيضا كذلك، ما الذي تقول له؟ كل يوم يؤذيك من أول النهار إلى آخر الليل ثم يقول ارضى عني، تقول له يعني الرضا كيف أرضى عنك بهذه التصرفات؟ كيف أتمكن أن أرضى عنك؟ إمام زماننا كريم، لا يوجد كرم في العالم مثل كرمه، الكريم يعفو بسرعة، ولكن إلى متى نؤذي الإمام ثم نقول اللهم أرضى عنا إمام زماننا؟ صحيح هذه الطريقة؟ نريد رضا إمام زماننا، أرواحنا فدا، نسعى قليلا حقا، أقول قليلا، أنا لا أقول، الرواية الشريفة تقول تكاليفنا التي نحن مكلفون بها هي قليلة، هي لا شيء، قدراتنا أكبر من تكاليفنا بالكثير، كلفنا بشيء قليل من قدراتنا، الله عز وجل أعطانا قدرات وكلفنا، التكاليف أقل من القدرات، هذه روايات شريفة تصرح بهذه المعاني، هذا التكاليف القليلة أؤديها، هذا أولا. إن كنت أزعم أنني لا أتمكن أن أسعى أهيئ وأتهيأ للظهور الشريف، على الأقل هذا الشيء فرح قلب الإمام. ثانيا نتمكن أن نتهيأ، نعم نتمكن أن نتهيأ،
تهيئا روحيا ونفسيا. أولا تهيئا، إن صح التعبير، ذاتيا. ثانيا تهيئا عمليا، أولا تهيئا روحيا ونفسيا. نحن نعيش في الدنيا، الدنيا تأخذ شيئا فشيئا، تأخذ مجاميع قلوبنا. إن تأملنا قليلا نجد الدنيا تافهة، لا نحتاج إلى تأمل طويل. اذهب إلى المقابر، قف في المقابر ساعة، نصف ساعة، تصفح القبور. هذا الذي مات في عمر الشباب، ذاك الذي مات بعد 100 سنة ولكنه مات، انتهت دنياه، انتهت 100 سنة عمر، أكثر من 100 سنة عمر، انتهت دنياه. هذا الذي مات وهو فقير، ذاك الذي مات وهو غني، هذا الذي مات وهو رئيس، ذاك الذي مات وهو إنسان عادي في المجتمع، هذه الدنيا تافهة أم لا؟ الذي يسوى في هذه الدنيا هو الإمام، الذي يسوى في هذه الدنيا بالنسبة إلينا هو رضا الإمام، أرواحنا فداء. الدنيا هذه، أموالنا هذه، أبناؤنا هذه، خلص. الذي يسوى لنا بالنسبة إلينا رضا الإمام، أرواحنا فداء. تهيئ روحي ونفسي، هذا الذي يسوى، نبحث عن هذا الشيء بدل أن نبحث عن توافه أخرى. هذا الشيء الذي ليس تافه. ثانيا التهيؤ الذاتي، الفهم له درجات، أنا في درجة معينة من الفهم، أتصور أنني يلزم أن أبقى إلى آخر عمري في هذه الدرجة. البعض هكذا يتصور أن فهم الإنسان محدود، لا، فهمك تتمكن أن تطوره، العلم يتمكن أن يزيده الإنسان، هذا واضح بديهي. المعرفة وهي درجة أعلى من العلم يمكن أن يزيدها الإنسان كما زادها البعض. ذاك كان عثماني، يعني ناصبي في ذلك الزمن، يسمى عثماني. عثماني صار من أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ازدادت معرفته أم لا؟ ازدادت معرفته. أبو ذر كيف كان؟ كان مشركا بالله حسب الظاهر، حسب ما كتبوا عنه. صار أبو ذر ذاك العظيم العظيم، نادرة في التاريخ النادرة. كيف صار؟ معرفته ازدادت، درجة معرفته ارتفعت. ثانيا التهيؤ الذاتي، فهما علما معرفة. ثالثا التهيؤ العملي، قليل من الصبر في هذا الطريق، من التحمل في هذا الطريق. أريد أن أقول لله عز وجل، إلهي أنا جاهز، أنا متهيئ، متهيئ لأي شيء؟ لسفرة عادية تافهة؟ لا. متهيئ لزواج؟ لا. متهيئ لظهور الإمام أرواحنا فداه؟ كيف أقول لله عز وجل؟ جزء منه بعملي، بصبري، بتحملي. فقط بلساني أقول إلهي أنا متهيئ، اللهم عجل لوليك الفرج وخلاص. الدعاء ضروري، أمرنا بالدعاء لتعجيل فرج الإمام، ولكن هذا وحده فقط. كيف أبين تهيئي لظهور الإمام؟ تهيئ عملي. خلاص كلمتي الأخيرة، عندي اقتراح. بعض المؤمنين يصنعون شيئا حسنا، يكتبون رسالة، رسالة يسمونها عريضة، تكتب للإمام أرواحنا فداه، حوائج، عندي حوائج معينة أو حاجة معينة أكتبها للإمام أرواحنا فداه، أجعل الرسالة في البحر في ماء جار أو أمثال ذلك. هناك طريقة معينة في بعض كتب الأدعية والزيارات ذكرت هذه الطريقة، طريقة كتابة رسالة لطلب حاجة أو حوائج من الإمام أرواحنا فداه. هذا شيء يصنعه بعض المؤمنين، هذا شيء حسن. اقتراحي أننا نكتب رسالة للإمام أرواحنا فداه، لا رسالة طلب حاجة. نكتب حقا، أخذ قلما وورقا بيدي،
اكتب رسالة للإمام، رسالة اعتذار. اعتذار من أعمالي السيئة، اعتذار من إيذائي بتصرفاتي، إيذائي لقلبه الشريف.